أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في غرفة الأخبار، ونصل إلى محطة النقاش. نناقش المستجدات الوطنية ونعرج على القرار وكذلك التعيين الذي شمل عدة ولات وإنهاء مهام وكذلك تحويل ولات جدد. هذه الحركة الجزئية التي قام بها رئيس الجمهورية أمس مست إنهاء مهام 6 ولات وكذلك تحويل 10 آخرين وإنهاء مهام وليين منتدبين وتعيين 3 آخرين. مشاهدينا الكرام، سنتحدث عن الجدوى الاقتصادية من هذه الحركة الجزئية التي تأتي مباشرة بعد مواصلة رئيس الجمهورية لعهدة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية الماضية التي كانت في 7 سبتمبر الماضي. نقرأ هذه الحركة من وجهة نظر اقتصادية بحتة في ظل البعد الاقتصادي والتنموي وكذلك خدمة المواطن من قبل رئيس الجمهورية من خلال هذه الحركة التي مست بعض ولاة الجمهورية. نحن نتحدث عن ربما الممثل الشرعي لرئيس الجمهورية في الولاية بحكم أن المهام والصلاحيات هي ربما مهمة ومهمة جدا في ظل إطلاق أيدي الولاة من قبل رئيس الجمهورية في لقائه الأخير بالحكومة والولاة، هذا التقليد الذي دأب عليه رئيس الجمهورية لإعطاء نفس جديد للحركية في الولاية. وقال في تصريح مهم تقريب منذ أكثر من سنة على أنه أحموا أنفسكم بالفقراء، إذن خدمة المواطن هي أولى الأولويات في للولاة وكذلك الولاة المنتدبين. مشاهدينا الكرام، سنقرأ هذه الحركة الجزئية من وجهة النظر التنموية مع الأستاذ جلول سلامة وهو خبير ومحلل اقتصادي وكذلك خبير في السياسات التنموية. صباح الخير أستاذ جلول. صباح الخير أخي أبو عافية، وتحية لمشاهديكم الكرام على هذه القناة الطيبة. نشكرك على تلبية الدعوة. أكيد كما قلت في المقدمة سأكون معك مناقشا اقتصاديا إلى أبعد الحدود، ولكن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. في الوقت الحالي يعني في السنوات الأخيرة تغير المعطى المجتمعي مع أو التعاطي مع هكذا حركة. كان في وقت من الأوقات لا نعرف الوالي الداخل والوالي الخارج، ولكن مؤخرا فيه اهتمام. فقد تصور منذ يعني قرار رئيس الجمهورية والإعلان على هذه الحركة الجزئية عجت مواصل التواصل الاجتماعي من طرف المواطنين بالاهتمام بهذه الحركة. لماذا المواطن اليوم أصبح يهتم بهذه الحركات الجزئية سواء في الوزارات أو في الولاد؟ أولا هناك شقين، الشق السيادي والقانوني، هو أن هذا التغيير أو هذه الحركة هي من صلاحية السيد رئيس الجمهورية وهو منتخب من الشعب، وبالتالي هو قرار سلطة عمومية عليا لا نناقش فيه. نروح لما وراء القرار. ما وراء القرار هو ما يحتاجه المواطن. إذا الرئيس جاء بعهدة جديدة سماها العهدة الاقتصادية بامتياز بار اكسلونس فوكاسيون ايكونوميك. إذا الرجال الذين يرافقون الرئيس في العهدة الجديدة رجال الاقتصاد بامتياز، هم مطالبون بالنجاح في الميادين الاقتصادية قبل كل شيء، سيتادر الحساب نتاعهم راح يندار على لي ريوسيت ايكونوميك. هذا هو بيت القصيد بالنسبة للمواطنين، ينتظرون نجاحات للإخوة الولاد الجدد المكلفين عبر التقسيم الإداري للوطن أن يسرعوا من التنمية المحلية، أن يلبوا حاجيات المواطنين في سكون ابل لي زيكيبمون بوبليك وفي التجهيزات العمومية وفي تسهيل حياتهم اليومية المعاشية الاقتصادية لو بيانات دو سيتويان، ويلقيو عليهم الأخطار والمخاطر الطبيعية. نعرفوا المخاطر مثل لي زينونداسيون مثل حكاية كيما هكذوك. المواطن يشوف الوالي على أنه الدولة قدام الباب، وبالتالي جميع يعني الرغبات نتاعو تجاه الدوله وليست يعني حياه يوميه، تجاه الدوله يقول لك الدوله راهي حاضره راهي واقفه راهي هنا كاش ما يسرى تلقى عليا. دونك هذا المنتظر هنا الوالي لازم يلبي الطلب ويقرا ما ينتظر منه، وفي نفس الوقت يلبي توجيهات رئيس الجمهوريه لانه منتخب من الشعب من لهنا لهنا، راه موجه من طرف رئيس الجمهوريه لتلبية
طلبات ورغبات وامنيات و سكون ابل سعاده المواطن الو بيان رفاهيه المواطن. هذه هي متطلبات وهذا هو لو غول تاع الوالي. استاذ جلول سلامة، منذ قليل قلت بانه رئيس الجمهوريه يريد من حوله ان يكونوا اقتصاديين لتطبيق هذا البرنامج الواعد والمهم جدا. السؤال الذي يطرح نفسه الحاح، هل منصب الوالي سياسي او اقتصادي؟ ايه شوف، منصب الوالي في الاصل، باسكو هناك فرق بين السياسه الاقتصاديه والاقتصاد السياسي. الاقتصاد السياسي هو ما اجيء به اليك، هو اكاديميزم، لكن السياسات الاقتصاديه لا، هي تطبيق عملي لتوجهات وخيارات سياسيه. اذا الوالي هو يطبق سياسات اقتصاديه على عكس لو رول نتاعي انا اكاديمي. هو ليس اكاديمي، هو مطبق، سيت ان اكزيكيتون دو دي شوا ايكونوميك، دي شوا بوليتيك ديكونوميك. دونك قال مثلا الحليب هاو كيفاش نسعروه، هاو كيفاش نقسموه، هاو كيفاش نديروه، الطرقات هاو كيفاش نقسموا لو بيدجي، هاو كيفاش نديروه. دونك هنا يطبق سياسات اقتصاديه، هذا هو الفرق بيننا وبين والي. هنايا الوالي كي نجيو نشوفوا الاصل نتاعهم، يعني مصنع الولات بين قوسين، هو لينا سي ليكول دادمينستراسيون، المدرسه الوطنيه للاداره. اذا مصنع الولات هو يعني فيه وعليه، احنا كاكاديميين ننتقدوهم بزاف في الشيء هذا. عندهم مول قالب، هذاك القالب الدوله ساخطوا على نفسها على مقاسها، هو القالب الاداري. دونك سي لابروش ادمينستراتيف، المقاربه الاداريه، المقاربه الاداريه لتنفيذ السياسات الاقتصاديه. هذا هو السؤال تاعك. اذا هو عنده القالب الاداري، الدوله قالت كان نحب هكذا هكذا هكذا، طبق لي القانون الاداري سكون ابل لو دروا ادمينستراتيف بوزيتيف، طبقها لحذافيره، نفذ لي به السياسات الاقتصاديه. هذا هو بالضبط لو غول تاع الوالي. ولكن رئيس الجمهورية قال في آخر لقاء مع الحكومة والولات بأنه لابد أن نتخلص من ذهنية الإداري. هل قادرين احنا نخرج، او هل باستطاعتنا نخرج من هذا التصور؟ احنا في نظرنا كمواطن في الجزائر الداخلية كي نشوفوا والي يرتبط عندنا غير بالموكب والصراخ والضجيج وقص شريط نتاع التدشينات. هل هذه الفكرة لازم تزول وكيف؟ شوف توجه رئيس الجمهورية، دائما نحكي انا كي نقول لك لو بريزيدون لا ريبوبليك سي ليكسبريسيون دو لا فولونتي بوبليك. الرئيس يعبر لك عن إرادة الشعب، هو الشعب، هو في الواجهة باسمه يصدر أوامر. إذا خليوا الرئيس في الجهة، نروحوا الجهة المقابلة، هل هي قابلة لتنفيذ الأوامر والتوجيهات؟ لو كانت ناجحة في هذا الميدان، هنا ربما أكون قاسي عليهم شوية، لو كانت ناجحة لما طلبهم رئيس الجمهورية في اجتماعين لمرتين، وشفنا الرئيس كيفاش كان متشدد مزير مع الإخوة الولاد ومد أوامر صارمة، يعني صحح، هو يصحح في النهج على المبدا انه ناجح، غير صحيح، ربما غير ناجح تماما، ربما كان اخطاء سابقه، مش غير اخطاء، هناك يعني ما نحبش نكون قاسي عليهم شويه، كاين فشل في تنفيذ السياسات الاقتصاديه. في اخر مجلس وزراء قال يعني يدعى الناس ليتقاسوا. الرئيس ما يمشي يجمل، الرئيس حتى في التعبيرات نتاعو ماهوش يجملها، وقال لك ابتزاز، قال لك فشل، سمى الكلمات اللي احنا اكاديميين بارفوا يعني نتحفظوا عليهم، نتحفظوا شويه باش ما نغيظوش الناس شويه والراي العام شويه ما يغضبش عليهم يتو. لكن لازم الاخوه الولاد يفهموا باللي الرئيس والشعب من وراه راهي طالب دي ماناجر، راه محتاج مسيرين، راه مش محتاج واحد بوليتيك يصفق ويفوت لي انا بلي موطار والزغاريت والحس والنش. لي جون نون فيل با ساي سا مارش بلي سو تروك لا. المواطن راه محتاج والي حداه، والي يضحك في وجهه، والي يستقبله، والي منفتح على الوضع الاقتصادي، والي غير مبدع وليس مبتدع. هو ماشي يقول لك غي انفونتي لي لوشور، ماشي لي اموري. انا جيت لعندك التلفزيون على بعض اقل من كيلومتر، فتنا على الممر، يعني اضيق نقطه اصبحت حاليا في العاصمه سحاوله بير خادم، لانه فيها مشروع تجديد الطرق. يا اخي بوعافيه، هل تعلم ان هذا المشروع اللي سنه ولم ينفذ يعني مخطط له منذ 13 سنه؟ انورمال يا جماعه واش قاعدين ديروا؟ كيف مشروع دون ديفياسيون روتيير تاع ما با 3 كيلومتر يهز 13 سنه وهو يدور في الكواليس، ومن بعد يتنفذ في سنه، ومن بعد يبدا يعرف تاخرات، وبالتالي الاخوه الولاد اوقف على الشيء نتاعك. ما احنا ما نقولش والي فلان ولا فلان، لان لا فونكسيون دو والي سي اون فونكسيون ريغاليان دو ليتا الي كونتوني، يعني هي من صلاحيات سلسله متواصله تاع العمل، هي سكون ابل لا شين كونتوني دو كوموندمون. دونك هي الدوله متواصله لا عبر شخص الوالي، يعني باش ما يقولكش الناس طاحوا علينا، احنا ما نقصدوش والي بعينه، لا فونكسيون دو والي
وظيفة يعني الوالي يعني ديفايونس خويا. إذن أستاذ اليوم الوالي لا يعمل وحده، حتى نكونوا صراحة يعني الوالي كذلك عنده عوان، عنده مدراء تنفيذيين. تتكلم على قطاع الأشغال العمومية ولا قطاع الصحة، كاين مدير الصحة وكاين مدير أشغال العمومية، كل وزارات عند الممثل وكاين يعني مكتب الدراسات وغير ذلك. اليوم لما نخرج من سياسة أو من صبغة الإدارة بالنسبة للوالي ونروحوا للصبغة الاقتصادية، هل هناك تشريعات يعني تحينت وواكبت هذا التطور؟ ما نقدرش نقول الوالي ما تكونش اداري يكون اقتصادي، ولكن ما عندوش منظومه تشريعيه، هل المنظومه التشريعيه تواكب ذلك؟ هنا طرحت السؤال الواجه والاصعب في الاصل. الوالي نفسه ضحيه المنظومه التي اصبحت متراكمه ومتناقضه. اون الجيري اون كوني ان اكسي دو ريغلومونطاسيون، على بالي تلقاني انا شحال في وسائل الاعلام حتى من قناه نتاعك شحال من عمره نحكي ونقول لو تيرم دي ريغلومونطاسيون. وقفوا بزاف، نو سوم اون اكسي دو تيكست، ودخلوا في بعضهم بعض حتى دخلوا في لي كونترادكسيون. الوالي دركا اصبح يبكر بكري ويقرا مليح باش يفك روحه بين المراسيم وبين القوانين وبين النصوص وبين الأوامر، هي شغلة كبيرة. وبالتالي تداخلت الأمور وأصبح الوالي، حتى الوالي اجتمع مع الولاد يشكي، والولاد يشكي يقول لك أنا عندي مضايقات. يعني كي شغل الوالي هو شو يقول لك؟ راك تقول لي هاك صفة تاع ملاكم، أطلع للحلبة بصحة يديك نربطهم لك من اللور. انا عارف الشيطان هو كيف راح يلاكم لك السيد هذا. اذا الولاد ما عندهمش حريه، سكون ابين اون مارش دو مانوف، مش عارف كيفاش نعبر لك عليه. هامش المناوره، هامش مناوره. الولي ما عندوش هامش مناوره، عنده قانون الاداري موراه ضاغط، عنده الوزارات كل وحده معينه نتاعها ويقول انا اورغانيك، يعني ايارشي اورغانيك تابع ليك، ايارشي ايارشي فونكسيونيل تابع للوصايه نتاعي، دونك بالتالي ما ينفذلكش اوامر على المباشر، يقول لك نتفاوض معاك وبالتالي لن انفذ اوامر، اتفاوض معك كوالي ولن افاوض ولن اتفاوض. ومن بعد يقول لك حبس عندي صلاحيات نقدر نتحفظ، يبلوكيك حتى انت والي ديريكتور اكزيكيتيف عندك يبلوكيك. شفناها من ولاتي قاس، شفنا ما نسيتيش كان رجل طيب مثلا في احدى ولايات هيا راح نقولوا مثلا في تيارت، تشوفوا كيفاش في التلفزيونات علم المباشر في وسائل التواصل متعارك مع لي ديريكتور اكزيكيتيف نتاعو ويقول لك كيفاش ما درتش هذه على بلوكيتني هنا. دونك باش تشوف باللي الوالي حتى ما نطيحوش عليهم ونضغطوا على الناس، حتى رئيس الجمهوريه يعني جدد فيه الثقه ونقلوا الى ولايه اخرى. ايه انا يعني رجل طيب فقط. شوف يعني ناخذ كمثال تعبير عينه عينه عن ما وحنا بالدارجه نتاعنا شراه يسوفري الوالي هذا. ما نجمش نطيحوا على الناس، هذو اداريين يحبوا ينفذوا اوامر، قلنا ينفذوا السياسات الاقتصاديه، عندهم التركيبه والقالب الاداري بون فيه وعليه. احنا اوني با توجور داكور، حتى الخيارات غادي نقولها اليوم، يعني حتى الخيار تاع الولاد كامل ملينا اصبح خيار في حد ذاته يجب مراجعته. لي والي الفو كو سوا ان كور ديفيرسيفي، جيب فيه لي بي دي جي دونتربريز بيبليك بريفي، جيب فيه لي زانجينيور، جيب فيه من القطاع الخاص، جيب عندك مخخ بزاف في البلاد هذه، ما تجيبوش من قالب واحد. هاو نفس الشيء، هاو عندك 30 سنه تقريبا الحكومات المركبه مع الولاد حتى نمشي في النقاش. تعرف النجاح الباهر اللي قاعدين نستناو، كل عمل انساني فيه تقييم، يعني فيه الخافق وفيه الفاشل. احنا نقولوا الولاد فيهم وعليهم، اللي عليهم واجبات ان المواطن لازم يكون مرتاح. رئيس الجمهوريه في لقائه الاخير تحدث عن تحرير المبادره واطلاق الايدي، وقال باللي ما يحطش في الجيب ما عنده حتى ماني خاف. يعني هل تحرير المبادره مليحه باش يطبق هذا الوالي السياسه التنمويه؟ شوف دائما اعيد واقول لك، رئيس الجمهوريه يعبر عن اراده شعبيه، هو اكسبريم لا فولونتي بوبليك، يقول لك رانا نشوفوا باللي الانيسياتيف ما كانش. متى نروحوا احنا كاكاديميين نقراوا الواقع، نروحوا من الجهه نقراوا الواقع. الاقتصاد الجزائري مبلوكي مفريني، وبالتالي حريه المبادره بالمفهوم اللي الاداب اللي رانا نشوفوا حنايا ليس له واقع. هاني قلت لك راكم نكسي دو، ولكن اسمح لي، كاين نفس القانون نفس التشريع، والي يختلف عن والي. تروح الولايه تلقاها ما شاء الله واجهه مليحه، وتروح عند والي تلقاها مخروبه. كيف ترى؟ على دوك نقولها لك، هذاك الوالي اللي ربما يتحرك يتحرك بسكون ابل اسي ريسكي بيريل، هذا هو الفارق. يقول لك انا رايح نغامر، الوالي واحد اخر يقول لك انا خويا ما نغامرش، هو ذاك اللي ما يغامرش تقول انت روح تشوف الاكزامين ولي تاكس، يا لي تاكس نتاعو مغلقين عليه سي محمد، يا لي روح نتايا بيناتنا. اذا لازم يبادر. شوف انا بيناتنا، انت راك والي وعندك عندك اوبيتال كبير تابع لك، طاح لك سكانير مثلا، طاح لك جي اس سكانير اون بان،
باش تريباري خاصك بياسة تروح تجيبها من بلد أجنبي من أوروبا. في البريفي صباح الطيارة سيد راح جابها الحشية السكانر يمشي، في البيبليك تحتاج تروما باش تريباري. واش رايك في البيبليك؟ في البيبليك نكمل معك في البيبليك. السكانر يخدم عطلوه، دخل الوالي على 12 تاع الليل لقاه بلوكي من اجل بياسه معينه باش ما يخدمش السيد. واش شوف هذه حالات شاذه ولا يقاس عليها لان وقع شكون ابل تخريب، هذاك ما نحكيش مخرب. اسمحني ولكن كاين والي وقف. خليني المخرب هنا عندي انا لو كود بينال اللي مشي، عندي القانون الجزائي يتبع لي الامور هذه ويريقليهم لي ينظمهم ويرجعني للطريق، دونك ما عنديش مشكل. انا راني نقول لك لو كود دي مارشي بيبليك يا با بلو بلوك اون الجيري كو لو كود قانون الصفقات العموميه يتبدل يا راه مخيط دو تيل فاسون كو ليكونومي الجيريان دائما تبقى مكادنا. يعني قلت لك اسمحني ولكن اعطاهم عافية عطيت لك تعبير، قلت لك لو كود دي مارشي بيبليك يطلع لك الوالي للحلبه ويعطوا له. خلينا من الصفقات العموميه ولكن عندهم مجال اخر من خلال قانون الاستثمار الواعد اللي كان منذ سنه ونص تقريبا. والاستثمار هذا قانون الاستثمار اعطى صلاحيات للوالي، علاه ما يستغلوش؟ لا ما عطالوش صلاحيات. اتونسيون اسمعني اسمحني حافظ العقار منح العقار شكون يمدو؟ ما عليناش، لكن في الصلاحيات اللي بكري كانت الوالي يعني كي وحنا يصدم بصدره هو يدير ديزيسيون. ولكن شفنا تجاوزات كاين ديوان يخليه يصدم اسمحني ويخليه يدير كلش. شفنا تجاوزات والصرف في الجزائر اخي بوعافيه كلمه يصدم بالدارجه نتاعنا هي تعادل المبادره باللغه الطيبه. يعني ما يصدمش معناه ما يبادرش باش المواطن يفهم بلي رانا نهضروا نفس اللغه. برك التعبير شباب انت ما شاء الله انت من الغرب وانا من الشرق يعني. صحيح انا نهضر لغه الاقتصاد اللي يسمعها الشعب واللي يفهمها. يصدم معناه عنده حريه المبادره، ما يصدمش معناه في كلا الصلاحيات. طبعا هنايا وين شوف ليكونومي نتاعك الي ستركتوري اوتور دو لادمينستراتيف وبالتالي عندك اغلاق. الاغلاق ما روش الوالي اللي راه غالق على روحه، انت لا ستركتور دو ليكونومي نتاعك كيما دار مبلوكيا عندك بلوكاج. انت باقي لي في البلوكاج يا شلول يا تجلول. انا هضرت لك على قانون الاستثمار لا رايح لي الصفقات العموميه. خلينا من الصفقات العموميه. قانون الاستثمار ما يقدرش يدير فيه تنميه في الولايه. شوف قانون الاستثمار فرغ صلاحيات اللي كانوا عند الكالبي بكري وكانوا عند الولات وكانت متفركته الدنيا، كل واحد حاكم مورسو، بالتالي ما كانش تمشي. قانون الاستثمار رجع له جيشي اينيك، رجع الشباك سنترال وفكك العرقله بين قوسين، لكن هذا غير كافي. واش يكفي؟ واش يزيد؟ يلق لك انت مراجعه في الاقتصاد نتاعك، يلق لك مراجعه في الضريبه، يلق لك مراجعه في الصيرفه البنكيه، يلق لك مراجعه في القانون الاداريه، يلق لك مراجعه في الجزائي نتاعك، انت القانون الجزائي نتاعك دخل كاع في الايكونومي. وعلى نروح لهذه كل اسمحني يا استاذ جلول نوصل لك الفكره. اسمحني في الوصايا خلينا القانون نتاعك 80% من القانون نتاعك جزائي، هاي كل شيء كبير. علاه نروحوا للادبيات يا استاذ؟ الوالي عطات له الوصايا الوزاره المعنيه ولا قطاع مجلس الوزراء او رئيس يعني في مجلس الوزراء عطاهم مشاريع باش يدير الماء الشاروب للمواطن، يخدم له الطريق، يفتح له الطريق قبل ما تصرى الكارثه نتاع الاحوال الجويه. واش من القانون هذا؟ سهل الامر هذا ما يتطلبش حاجه كبيره. روح شوف الوالي واش يقدر يحكم. انا صراحه وشوف انا ضابطو شوي طري دور مع لي والي اليوم راني كشغل ندافع عليهم من علم من شيء باش يعاودوا يرجعوا لهم صلاحيات. خلي الوالي نتاعك يتحرك، راك تقول له نزير عليك ايكونومي. واش من صلاحيات الاستاذ كيفتح بالوعه ويدير الطريق ويدير المشروب هذا؟ واش يحتاج؟ واش يزيدهم فوق هكذا؟ اروح نقول لك تفضل. شوف الوالي مثلا قضيه المياه مثلا المشكله كما اللي صارت في تيارة في الصيف هذا، قضيه المياه ما دخل الوالي في هذه، هي شركات تابعه لقطاع والقطاع هذاك عنده يمشي بصفقات عموميه. كي يمشي الوالي يعيط عليه يقول له اني مشيت صفقه. اذا ما مشاش المشروع يحبسوا يديروا الاعدار ويحيلوا المشروع. واش كاين؟ سهله لا بليبار دو طون ماهوش تابع ليه، لا بليبار دو طون سي دي بروجي سونترو تابعين. واش يدير الوالي هذا تما؟ الوالي يراقب ويروندي كونت. هذا واش يقدر يدير؟ يكونترولي ويخبط. كي كونترولي يحبس المشروع. يكونترولي ما تحبس المشروع مش القرار تاعك باش يكون في بالك. سي با توجور ايفيدون، سي با دي بروجي دو ولايه، سي دي بروجي ناسيونو دونفيرغور ناسيونال، وبالتالي لازم ترجع للوزاره. علاه تلقى دائما يكونبو؟ علاه؟ شوف الفكره اللي دافعت عليها ربما ما شرحتها لكش مليح. الوالي راه يغوفيرني افيك لا كومبوزيسيون نتاعه، يوم يمشي بالكومبرومي مع لي ديريكتور نتاعه، ما يقدرش يفرض الامر نتاعه الا في بعض المشاريع الولائيه ولا مشاريع محليه يقدر يفرض، لكن في الاصل ما معليش يخلي الوطني يدبر راسه المركزي، يروح فقط يخدم تاع المحلي، كي يخدم طريق ولا يخدم يدير سينيسما ولا ما تحتاجش يطلع الوصايا. صح هذيك صح، هذيك ربما تشوف مثلا اخوان الولاد اغلب الولاد انا ندور في كامل التراب الوطني وبالتالي عندي نظره مليحه واش صاري، مثلا لي زونتربريز دونتروتيان بيبليك تاع الصيانه العموميه تاع كيفاش يقول النظافه العموميه.
يا فشل كبير. أيوة. هذا على ظهر الولايات. رجعت الكلمات لا لا فارق انت محق في هذه. مثلا النظافه العموميه على ظهر الولايات. المدن الجزائريه سامحوني خياتي ان شاء الله ما يغضبوش مني يعني متسخه. احنا يعني مثلا نعطي لك ننتج في الجزائر كما دات ننتج 12 مليون طن سنويا اوردور ميناجر. شحال رماصيو؟ رماصيو 8 نفايه 8 4 اخرى وراها عايشه في وسطنا. العاصمه وحدها تنتج 3 مليون طن. شحال رماصيو؟ 2 ومليون طن وراه يا شيخ هاو يدور عايش معنا في وسطنا. بالتالي هناك فشل غير في ليجيان اوربان. عندك فشل، هذا الفشل نحطوه على خد الولاد لان لي زونتربريز تاع النيتواياج تابعين للسيد الوالي. ما تابعش لي زوبيك تابعين للسيد الوالي. عندك مثلا رون بوان كبير هنا خنق مروري. يا اخي السيد الوالي تحرك روح شوف الامر نتاعك. وزير الاشغال العموميه راه حداك بينك وبينه الموطار في ربع ساعه يوصلك لعنده. يدخل عند السيد الوزير تاعك قال لي خويا حرك لي زونتربريز تاعك انا راني مغبون. من الجهه الاخرى ارفع تقرير تاعك سيد وزير الداخليه يمشي يهز التليفون يمشي يطلع الرئاسه يهبط يتحركوا يا الخوا بوجي والبلاد. البلاد راهي محتاجه لكم. ليه ما يقدرش ربي يسهل؟ خايف وخا رئيس الجمهوريه تنحى يا اخي. اذا قبل ما نختم هذا الجزء استاذ نتكلموا على يعني واش يحتاج المواطن الاولويات. اكيد انه المشاريع كبيره. برنامج رئيس الجمهوريه وبرنامج واعد فيه عهود ووعود كذلك اعطيت للمواطن وبدا التسجيل وهذه الحركه ربما الجزئيه ستليها حركات اخرى لانه الامر يتعلق بعهده لخمس سنوات كامله. نتمنى ان نعود الفكره نتاعي وان شاء الله. لا انا مازال سؤال. لا غير الفكره هذه وان شاء الله السيد رئيس الجمهوريه هو اخونا وشاف تاعنا ويسمعنا على بالي بلي يسمعنا. ماذا بنا يديفرسيفيو لو كور تاع لي والي. اكيد السيد الكريم مسيطره على لو كور دي والي صبحه كوربوراتيف. صحيح المواطن اليوم يعني ماذا ينتظر من الوالي؟ ما هي المشاريع المستعجله يعني ولا القطاعات اللي لازم تتحرك والمواطن بحاجه لها ما نبقاوش نستناو يعني مشاريع استعجاليه؟ شوف المواطن نقطتين طالب نتاعو تفكيك العراقيل. موطر يقول لك نحيل البلوكاج اداره بيروقراطيه كل وين ما نلقى عرقله فكك هالي. انت خبير في السياسه ماذا يجب ان نفعل في السياسه التنمويه؟ شوف الساسه ساده الولات راه عندهم توجيهات من الدوله. الدوله راهي صارفه وحاطه اموال تو قالت لك سرع لي الرقم هنا. دوك انت كيف مواطن نتاعك مغبون في سيرتيفيكا دو ريزيدونس مغبون في لو موندر دوكيمون رايحين جايين غابنين الغاشي يليو امور ما عندهم حتى علاقه. ولينا دخلنا في الابتداع البيروقراطي. دوك البيروقراطيين راهم يبتدعوا راه يختار راع عراقيل جديده. الاخوه الولاد ما تقعدوش في لو دروا ادمينستراتيف نتاعكم وخاذين يعني على ان الاداره يمشيوا فيها الملائكه والباقي تاعنا الشياطين. يا والعكس سي محمد روح شوف الادارات نتاعك كيفاش راهي تمشي. روح شوف التركيبه في الميدان اهبط للطرقات نتاعك شوف النظافه العموميه. ما تخرجش بلي موطار خرج في وسط الغاشي يمشي يركب في الترام يركب في المترو اضرب طلع شوف البلاد اللي راهي عايشه. انا يعني حسيت ثاني قبل ما ندخل باللي حاب تتكلم في قانون الماليه وإن انه ربما كاين شعار. لا شيطان اكتب على اريحتك يعني الموضوع اسد. اسمح لي كاين شويه رابط ولو قصير بين القانون الماليه الواعد اللي ما فيش ضرائب ولكن تتكلم على نقطه ما فيش ضرائب بس واحد اخرى ولكن ما كاش ضرائب مباشره. ممتاز انا مراجع الدرس. ما كاش ضرائب مباشره. ما رايك في قانون الماليه استاذ؟ شوف فيه وعليه باختصار كما كباقي القوانين حتى باش المواطن يفهم قانون الماليه اون فات سي تروا بارتي برينسيبال يعني ثلاث جزئيات. عندك الحاجيات تاع البلاد المصاريف. عندك الواردات مداخيل الدوله راح نصرف من راح نجيب الصوالح. اكبر ميزانيات ما تنساش العام هذا. لا اكبر ميزانيه ولكن اكبر من ديونيه اوسي اتونسيون ايفون اونسومبل. كي تسقيف الميزانيه تسقيف ال دوك نجيو لها. دوك انتيا المواطن لازم يشوف باللي الدوله تحتاج مصاريف لكن بعد كي تروح الحكومه تحتاج مصاريف تروح عند البرلمان تقول له يعطيني شيك باش نصرف يقول لها جوستيفي لي. دوك تجيب له سكون ابل المسبب ومن بعد تقدم له جداول. الجداول في الموازنه قوانين لا كونتابيليتي ناسيونال لازم واش تصرف يعادل واش مدخلك. صح. طيب شيء جميل هنا بيت القصيد مصاريف الدوله تفوق مواردها. اذا هنا تسقيف. هنا واش يصرى؟ يصرى سكون ابيل عج يعني باللغه المبسطه حتى المواطن يفهمها ما يقولوش لغه خبراء وكومبليكاونا لا شوز. يعني الدوله تصرف جزء من اموال
غير موجوده. تسقيف الدين الداخلي. هنا واش دخلنا؟ دخلنا في الدين، يعني الدوله تروح للبنك سنترال نتاعها، تسلف دراهم، تروح ليزاسيورونس، تروح لي كاس دو ديبو، تروح للشركه تاعهم تقول لهم هاتوا لي اموال نسلف عليكم بعد نرجع لكم. مي ما غاديش ترجعهم طبعا. واش يصرى؟ يصرى تراكم دين. 2022 كنا في حدود 35 مليار دولار معادل للدينار صرفناهم وما عدناش. دخلنا 2023 زدنا 45 مليار دولار، 25 غادي نزيدوا 55. خلينا نطلب منك حاجه، غادي نزيدوا 55 مليار دولار. يعني شوف التراكم تاع الاموال هذه كامل اموال غير موجوده. هنا واش يصرى؟ يصرى التسيير بالعج. هي كل دول العالم راهي تمشي بالعج، عنده دي ليميت، ما لازمش العج نتاعك يفوق 60% من الدخل. رانا تقريبا في رغم هذه الملاحظات، هذه الملاحظات، وانت دائما يخرج من عندك بريق امل. اعطينا الرساله الايجابيه. الرساله الايجابيه، كنت تحدث انا وياك، والبارح كنت في قناه اعلاميه تابعتك وطنيه، وقلت مع اخوان نواب في البلاطو، قلت نفس الكلام الذي أقوله لك اليوم أخي بعافية، أقترح تسقيف الدين العام من قبل البرلمان. لا، من الجانب الإيجابي في الميزانية وفي القانون. لا، شوف الجانب الإيجابي هو راح يصير لك دولة بموارد اللي متوفرة، عنده موارد الدولة، عنده تقريبا كل جمع دولة شافي مكتوبة، يعني دراهم سوالدا حيين عندها حوالي 90 مليار دولار، رايحه تصرف 126. وقال 70 احتياطي صرف، قال الوزير. خلينا نحكي لا احتياطي صرف زائد واش تنتج الدوله، يعني الواردات 70 احتياطي صرف و20 احتياطي صرف، ومن بعد تيكيليبري بيه لي بالونس نتاعك. هذوك مضروبات على جهه باسكو ما عندكش من جهه، انت عندك ضريبه بتروليه، عندك ضريبه على جبه عامه بتروليه. كي تجمع الموارد هذا الحسابات هذو انا درتهم شخصيا وراهم موجودين في تقرير بنك الجزائر، عندك في مكتوب الدوله حوالي 90 مليار دولار، رايحه تصرف 126 مليار دولار، وعندها ديون ثاني مجمع كي تجمع الديون تاعها، يعني كاين ديون كبيره في 2025. حتى يفهم المشاهد، ديون داخليه. ديون داخليه، الدوله تمشي. الجزائر ما عندهاش ديون خارجيه. معليش، مي اتونسيون، معليش اتونسيون، لا باش ناكدوا ما نغلطوش الناس، ما عندناش ديون. الدوله الوحيده اللي ما عندهاش ديون. ما عليناش، اتونسيون ثاني في الحكايه هذه لازم. ما تقوليش اتونسيون ما عندناش ديون. خليني نفسرها لك يا اخي حتى المواطن يفهمها. الدوله الميزانيه تاع الدوله كل موزان جاره كومان بلاندي، يمشي بلي دو مانات، يمشي بالدين الداخلي وبالدين الخارجي. الدين الداخلي في الجزائر مرتفع مقابل الدين الخارجي المصفر، هذا خارج خيار سياسه اقتصاديه استراتيجي، سي تان شوا استراتيجي. صحيح، شكرا لك. قال لك انا نمشي بهذا الخيار. شكرا لك الاستاذ جلول سلامه، الخبير الاقتصادي وكذلك المختص والخبير في السياسات التنمويه، على هذه المشاركه، والحديث ما زال طويلا في الاقتصاد. شكرا جزيلا. لا شكرا على وجهك. مشاهدينا الكرام، الى هنا ناتي الى نهايه جزء من فقره نقاش هذه الغرفه، الغرفه التي تبقى متواصله، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في غرفة الأخبار وجزء آخر من فقرة النقاش، ونبقى دائما مع قرار رئيس الجمهورية أمس القاضي بالحركة الجزئية التي تضمنت إنهاء مهام وتعيين ولات وكذلك تحويل ولات آخرين. في الجزء الأول الذي كان فيه ضيفي اقتصادي بامتياز، تحدثنا عن الجانب التنموي وهذه السياسة التنموية التي يجب أن يطبقها الولات بناء على تعليمات رئيس الجمهورية وكذلك برنامجه الذي وعد به الناخبين في الحملة الانتخابية للعهدة الثانية. ولكن في هذا الجزء سنتحدث عن دور هذه الحركة في الوجهة أو من وجهة نظر سياسية، وكذلك الدعوة إلى العمل والاهتمام بالمواطن في خدماته العامة. دائما معي في البلاطو ضيف كريم، وهو الدكتور إسماعيل خلف الله، وهو أستاذ قانون وكذلك محلل سياسي. أهلا بك أستاذ. مرحبا أستاذ بعافية، تحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. أشكرك على تلبية الدعوة. يعني سألت ضيفي منذ قليل حول الاهتمام تاع المواطن بهذه الحركة الجزئية، وإن كانت حركة يعني بسيطة مقارنة بعدد الولايات أو ولايات 58 ناهيك على الولايات المنتدبة، ولكن هذه ربما بداية رآها رئيس الجمهورية حسب صلاحية الدستور أن تنطلق بهذه الحركة الجزئية. ولكن المواطن اللي تابع المشهد سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كاين اهتمام متزايد، يعني الناس يبارطاجيو، جا الوالي عندنا، راح الوالي عندنا، نجدوا فيه الثقة، مرحبا به، إلى غير ذلك. لماذا المواطن عاد يهتم بهذه المسائل؟ هو في الحقيقة أن المواطن عندما استمع لتعهدات السيد رئيس الجمهورية ومن خلال قانون المالية،
فهو قانون المالية هو اللي في الحقيقة هو ترجمة للتعهدات التي تقدم بها رئيس الجمهورية، والمواطن بحكم أنه مرتبط بالإدارة المحلية الأول مسؤول على المستوى المحلي هو يكون الوالي، وبالتالي فاهتمام المواطن من هذا الباب. ولكن نحن نعتقد بأن القضية اليوم لا تنحصر فقط في شخص الوالي وفي منصب الوالي، لأن الوالي تحيط به ربما عوامل ومؤثرات أخرى تسهم بالسلب أو بالإيجاب في تحريك الوتيرة، وتيرة التنمية والاستماع لانشغالات المواطن. فبداية من قضية المسؤول المحلي وهما المدراء المحليين المدراء التنفيذيين على مستوى الإدارات المحلية، هذا من جهة اللي تشوف ربما إنسان، أنا نقول لك قراءتي في بعض الإدارات المحلية فيه عدم تجانس مع السرعة اللي تمشي بها السلطة المركزية والسلطة المحلية، يعني فيه اختلالات ربما السرعة التي تسير بها الإيقاع، يعني الإيقاع توجهات رئيس الجمهورية من خلال اختيار الشخصيات، وهذا نتكلم أيضا أكيد. على مستوى الوزارات، وكاين وزارات وين تمشي تواكب الوتيرة اللي عرضها رئيس الجمهورية واللي هو يطالب بها أن تكون الإدارة أن تسير بهذه السرعة، لكن فيه وزارات أخرى ما زالت في الحقيقة هذا سيكون في التعديل الوزاري اللي قال رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة. أنا نقول يعني على قصدية على المستوى المركزي، المستوى المحلي قلت لك على مستوى الولات كاين هناك ولات السلطة أو رئيس الجمهورية يرى في بعض الاختلالات هذه تأتي على أساسها تأتي هذه التغييرات، ولكن أستاذ ولكن نقول بأنه المطالب به المسؤول المحلي هو ليس فقط الوالي، هو المدير، وهو خاصة الإدارات اللي مرتبطة بوتيرة التنمية والمواطن. كي نتكلم على السكن، خاصة السكن، إذا كان السكن هو إحدى التحديات المعروضة اليوم على أساس أنه في خلال هذه الخماسية ما سيتم تحقيقه مليوني مسكن. نعم، هذا المليون المسكن يجب أن تكون لهم مرافق، والمرافق هذه تقوم بها مؤسسات ومقاولات. نبقى قبل أن ندخل في التنمية المحلية أستاذ، نتكلم على هذه الأمور من ناحية سياسية. ربما هذه الحركة هي جزئية، يعني مست تقريب إنهاء مهام 6 ولايات وتحويل 10 إلى خير ذلك، وإحنا عندنا ولايات يعني كتار، عندنا 58 ولاية ولايات منتدبون. ما تشوفش أنه هذا رغم أنها من صلاحية رئيس الجمهورية وفق المادة 92 من الدستور، إلا أنها البداية، يعني ربما هي إشارة من رئيس الجمهورية ما زال تغيير كبير موش فقط يمس هؤلاء، أليس كذلك؟ بكل تأكيد، ولكن أنا نقول بأن المواطن اليوم هو ربما التغيير ينظر إلى هذا التغيير، ولكن التغيير الحقيقي هو يجب أن يترجم على أرض الواقع. إذا نبقى في التغيير من أجل التغيير، هذه التي لن ما نمشوش، يعني نبقى تغير فلان وجيب فلان، هذا الذي ربما ننتظره من الطاقم الحكومي الجديد ومن ما يتبعه من على أساس المستوى المحلي. وبالتالي ثم أيضا حتى بها نكون بموضوعية، ما نهاجموش الإدارة ونخليه الجانب آخر، جانب آخر اللي هو ربما يعرقل السيرورة الولات والسيرورة الإدارة المحلية هي قانون الولاية وقانون البلديات. هذا القانون اللي ربما فيه خلل، قضية هذا البلوكاج اللي حاصل في مجالس بلدية شفناها ومازالت الأزمة، هذه أزمة البلوكاج، هذه ربما يعالجها قانون البلدية الجديد الذي ربما سوف يجنب مثل هذه العقبات التي تعرقل حركة التنمية. إذا كنا شفنا مثلا مجالس بلدية صار فيها بلوكاج، إذن المسؤول الأول على مستوى المحلي هو رئيس البلدية، ورئيس البلدية تبقى يعني هذه من بين العراقيل. ولكن الانسدادات في القانون الحديث، الانسدادات نعم، الانسدادات هذه في القانون، الوالي هو اللي يتدخل، يعين يقيل هذا الوالي أو يعين يعني مندوب تنفيذي إلى غير ذلك. نعم، أنا رانا كي شخص وندير عملية شخص التشخيص لهذه أو هذا اللي زنوالي أو هذا العقبات اللي تعرقل وتيرة التنمية. احنا شفنا باللي اليوم قانون المالية اللي رصد كانت هناك نسبة كبيرة لدعم الاجتماعي
نعم هذا الدعم الاجتماعي، الدعم الاجتماعي هذا الذي هو خدمة للمواطن رغم حصول ثغرة، وثغرة هذه اللي تكلموا عليها المختصين على قضية توجيه الدعم، توجيه الدعم من جهة، هذه إشكالية. وثانيا قضية هذه النسبة التي خصصت لهذا الدعم ما يقابلها، ما يسد ثغرتها التي ما زالت مطروحة على أساس البدائل. وأعتقد أن المختصون هم من يدلون بدلوهم في هذه القضية. أنا نقول باللي أنه عموما أنا نتكلم بصفة عامة، نعطي صورة بصفة عامة، أنا نقول بأن قانون المالية لن يكون له تأثير أثر إيجابي إن لم تكون الإدارة المحلية في المستوى. هذه الإدارة المحلية من الوالي وهبط. نبقى في التعيينات، أستاذ رئيس الجمهورية في لقاء الصحفي تقريبا منذ جار تحدث على أن الحكومة القادمة التي تكون أو ترى النور قبل نهاية هذه السنة ستكون حكومة أو حكومة كفاءات، هكذا بالمصطلح. هل الكفاءات اليوم لما نتكلم على الكفاءات نقصي والجانب السياسي، الولايات ما هم سياسيين، رؤساء الدوائر ما هم سياسيين، فقط البلديات ربما تأتي من أحزاب سياسية، ولكن في الأخير هم يصبوا في خدمة المواطن، والولايات هم إداريون. هل لما نعطي صبغة للكفاءة نحقق النتائج؟ أنا أعتقد حتى هذا بهن نشوفه حتى إعادة النظر في مصطلح الكفاءة. أيوة. هذه الكفاءة عندها جوانب عديدة، زوايا. هذه الزوايا يجب ما هي معايير الكفاءة. معايير الكفاءة، ما هي معايير الكفاءة؟ هذه الكفاءة إذا كان هذا تكنيسيان ولا تقني ونقول عليه كفء، وجانب سياسي ما عندوش، هي تخصه كفاءة. ما الكفاءة القضية درك ما تسيرنيش الكاس، وربما إن في ارتدادات تحريك الكاس هذه وش وراءها سياسيا اقتصاديا. فبالتالي أنا أعتقد أن الكفاءة يجب أن ننظر إليها من كل هذه الزوايا. الجانب السياسي يجب أن يكون، إحنا كنت نتكلم على الأحزاب اللي داخلة برامج، وخاصة في المنافسة الأخيرة تاع الانتخابات الرئاسية اللي كانت حزبين وفي المعارضة وقدموا برامج وكذا. أعتقد أنهم أن هذه الأحزاب ككل، يعني ما نتكلمش على أحزاب المعارضة، نتكلم أحزاب ككل، يجب أن تقدم الكفاءات اللي تتميز. أولا يكون مكون له تكوين سياسي بالدرجة الأولى، وثانيا يجب أن تكون له الكفاءة في قضية التقنية، هذه لا تكنيسيتي، وثم أيضا قضية الإخلاص والنظافة، هذه اللي هو النزاهة، هذه النزاهة التي يجب أن تكون. وهذا الإنسان النزاهة أيضا ما هيش معيار واحد فقط، درك النزيه هذا ويعود ما يقدرش يدير حتى ديسيزيون وخايف، ونزيه ما يطلعش المال العام، ولكن على مستوى باهق التسيير ما يقدرش، ولا ما تكون له الجرأة في إنجاز وقيام بما مقتضيات وحاجيات المواطن تلقاها حبس ما قدرش. إذن فهذه أيضا عامل النزاهة هذا ماهوش إذن فالكفاءة أنا أعتقد فيها هذا المعايير، النزاهة، الجانب السياسي، التكوين، الجانب التقني. إذا كنت هذا المسؤول على مستوى قطاع الري يجب أن يكون له دراية بهذا القطاع، أن يكون في مجال الصحة كيف ومجال التسيير وهكذا. وحاجة عامل آخر أنا أظن هذا أنه يجب أن ننظر منا وجايين نمشوا على أننا نعطي ذلك. أنت والي، أنا عينتك كوالي أخوي، يعطيني النتيجة على 6 شهر أو على مستوى عام. سبقني السؤال بطريقة نعم. أخرى حاب نسألك في هذا الموضوع ولكن في جانب آخر، يعني لما تجي مسؤول وتعاود تغادر ما عطيتناش البيرون تاعك، أين الحصيلة؟ هذه القضية، هذه ذلك قضية، هذه التغيير من أجل التغيير لازم نخرجوا من هذاني. ذلك إذا كان هذا الوالي أنا عينتك على رأس هذه الولاية، هاي الولاية وش مشاكلها؟ 1 2 3 4 وش راح تقدر تحلي في هذه المشاكل على مستوى مجال زمني قدره 6 شهور أو عام. صحيح. المهم في خلال نهاية العام أو نهاية 6 شهور سداسية نشوفك أسكو هل حققت ما حققتش، وثم أنه إذا غادرت المكان تجي تحاسبني. كي نتكلم على الوالي، الوزارة الوصية هي التي تعطيني الحصيلة مش تغادر ومن بعد ربما حتى تخلي ملفات عالقة. والمشكلة أنه هذا ثاني أيضا، هذا لأنه درك الآن درك احنا كي نتكلموا على ولات جدد، ولات ربما يجد مشاكل متراكمة من سبقه خلاها إذن فهو يبقى حاصل
في هذيك هذه كلها نعتقد باننا لو نمشي من وجاي بهذه الطريقة على أساس أن المسؤول يا خويا أعطيني النتيجة، ما هو ماذا وش تقدر تحصل لي في هذا المدة الزمنية سواء حل المشاكل أو المقترحات، هذه المقترحات مشاريع مسجلة هذه كل هذا. واعتقادي أننا إذا أخلصنا في هذا الباب نعتقد أننا نمشي. أما أبوه نبقى نخصص الأغلفة المالية ومن بعد اللي سير الأغلفة المالية هو لا دراية له بالقطاع، وربما حتى يجي عنصر فاسد نزيد نبقى في نفس الحلقة، وهذا الذي لا يمكن أن أكون في جزائر يتطلع إليها الجميع أنها تكون بهذا المستوى، لأن لليوم تحديات الكبيرة هي التحديات الداخلية. علاقة المواطن بالوالي، ربما الوالي من واجبه أنه يستمع لانشغالات المواطنين وهذا المواطن يطالبوا به، ولكن من وجهة العملية وجهة تقنية، أنت تروح في ولاية، مشيت إلى ولاية كوالي وعندك 200 ألف فيها مواطن و300 ألف ولا 100 ألف، هل يمكن لك أنت كوالي يعني ترأس منصب واحد أنك تستقبل هذا العدد الكبير؟ هل ترى أنه كذلك لازم نفسر ونفهم المواطن كيف علاقة الوالي مع المواطن؟ هذه الذي يسهل مهمة الوالي، احنا كنا نتكلم على المدراء التنفيذيين، هذا ما أردته، هذا هو هذه الإدارات التي يسيرها الوالي وتحت سلطته، هؤلاء المدراء إذ لم يكن في المستوى راح المشكل العوض به هو يصطدم، مش يصطدم، هو اللي يكون في الواجهة به مع المواطن يخلي المواطن أنه يمر إلى مباشرة إلى الوالي، وهذا الذي لا يمكن كما قلت أنت مثلا على مستوى ولاية سطيف مثلا، ولاية تقريبا فيها مليون وقريب أكثر، لا راهي في راهي في الزوج ملايين واكثر، راهي على مشروع مشارف 3 ملايين. اذا لا تكلم مع المواطن لانه العدد نعم على المستوى الحجم نتاع الساكنه، فبطبيعه الحال هذا لا يمكن ان الوالي يستطيع ان يلبي كل انشغالات اي مواطن يجي يسمع له ويستمع له، هذا من المستحيل، لكن تبقى القطاعات اللي عندها ارتباط وعندها علاقه مباشرة مع التربية، في التربية مثلا يجي مدير التربية يكون في المستوى، مدير الصحة يجب أن يكون في المستوى، مدير التعمير يجب أن يكون، والسكن يجب أن يكون في المستوى، وهكذا وتكون لهم الجرأة. خلينا من هذه نتاع المسؤول، أنا خاف إيه بتخاف ما نروح تروح ما تجيش ما تحكمش، هذه قضية أخرى، إذا كان صار مشكل يقول له روح العدالة، والعدالة تضرب 10 سنوات إيه؟ أنت تقاضي على درجتين ومحكمة العليا غير ذلك وتروح القضية، هل لازم المواطن المسؤول اليوم يتحمل المسؤولية تاعه ما يرمش يعني ثقل على العدالة ولا؟ هذا هو، هذه أنا أعتقد بأنه هذا المسؤول الذي يحاسب عن طريق هذا البيلون وهذا الحصيلة، أعتقد أنه ما يبقاش يلوح الشماعة على أن الملفات راهي في العدالة وخلاص. شوف نقول لك على ملفات العدالة الآن، وهذا إشكال آخر، أن هناك مقاولات إنجاز الآن ربما أصحابها متابعون قضائيا، وهي شادة مشاريع، المشاريع هذه الوالي الولاية بنفسها راهي في مصارعة مع الزمن باه تقدم، خاصة في مجال التربية، الجانب التربية ما ينتظرش درك هذا الدخول الاجتماعي اللي رانا مشينا فيه والدخول الاجتماعي الجاي، هذا مشكل أيضا، أنه يجب الإدارات تكون لها مسؤولية. درك مثلا يجي واحد وأصبحنا بكل يعني أسف أصبحت قضايانا قضايا الدولة على مستوى الفيسبوك، أصبح واحد يظهر له يدير هكذا في الفيسبوك يدير منشور الأجهزة الأمنية تتحرك ويوقفوا الشخص هذاك وتبقى وتتحرك الآلة، وبعدين على ماذا؟ على بناء على ادعاءات ربما باطلة وربما ستؤثر على وتيرة الإنجاز. نتكلم على السكن، السكن اللي هو تحدي رقم واحد. إذن فأعتقد أنه يجب أن ينظر إلى هذا الباب، العدالة أيضا تكون لها مسؤولية في قضية الفصل في الملفات، الإسراع في الفصل في الملفات ينظر من هذا الباب، مش معناتها القاضي خلاص عندك سلطة تقديرية في
حسم هذا النزاع لهذه الجهة أو لتلك الجهة أو فصل في هذا النزاع أو إقفال هذا الملف، ولكن ربما يجب أن تكون يعني مسؤولية ثانية أيضا. كثرة الملفات على مستوى العدالة يعني هذا إشكال. هذا ما واضح. أنت تشوف مثلا قضاة التحقيق الآن لو تشوفوا في جلساته والله تقول يعني التحقيق مستمر ما يحبسش، وهذه في الحقيقة هذه لها، ولكن هذه لها يعني أسبابها. اسمح لي، هذا الثقل هي من أخطاء المسيرين، كي تحط واحد كف مش كل حاجة يرميها العدالة، يحل مشاكل المواطن. أعطيك الصحة، هذا هو هذا يعني قلت لك الجرأة. المسؤول هذا كيعود كفاءة كومبيتون، لا كومبيتونس، هذه هي لا كومبيتونس، هذه هي الكفاءة، أنه يرى في أنه يستطيع أو يتحمل، مش يتحمل نقولوا يتحمل مسؤولية. المسؤولية مسؤولية. لأنه ذوق أنت تجي تحكم منصب وانت لا تستطيع ان تحرك في زاويه صغيره وتقول هذا المشكل لازم له ولا نستنى الوصايه. والوصايه درك الوزير هذا يبقى يشوف في الجانب المحلي. لا يستطيع. اذا فنعتقد ان السلسله تكون فيه ترابط، وهذا الترابط نعتقد انه سيقضي على الكثير من هذه العقبات. اذا كانت هذه حركه جزئيه، وفيه يعني من المنتظر حكومه كفاءه ستر النور خلال يعني الاسابيع القليله القادمه قبل نهايه السنه. هل لازم التغيير يكون جذري في نظرك استاذ، في ظل هذه التحديات؟ شوف، التغيير الجذري اللي ننظر اليه، نحن اولا يجب ان تتغير العقليه، عقلية هذا المسؤول الذي اختراسي وما كلهنا ما دير لي، ما تجيب لي إعلام، ما تعيط، ما ندير، ما وهكذا. هذه لازم تتغير. سياسة النعامة، سياسة النعامة هذه دوك انت شوف المسؤولين. استاذ راك شايف التعامل مع المسؤولين والإدارات والإدارة المحلية، شفت الإعلام كيف يعني يجد صعوبة باه يتواصل مع مدير يحصل على المعلومة لأن لماذا؟ لأنه هذا المسؤول يخاف يظهر في الإعلام والله يخاف، لأنه لكن مش كامل يعني في يتعاملوا مع الإعلام يتعاطوا معه يعني. بالعكس يعيطك يقول لك ماذا بيا باش نشوف المشاكل تاع الولاية، وكاين الآخر ما يحبش يدخل. رانا نعالجوا في أمراض، وهذا المرض كيعود كاين ما نخبوهش، نقولوا أو سرطان بصح راك لاباس عليك، أو السرطان ياكل في الجسم هذا أنا أعتقد هذا هو السرطان في الإدارة اللي مازالت ربما أعضاءها. إحنا على مستوى مركزي راح تغييرات، تمت التغييرات. نتكلم على إدارات أخرى، إدارات في النقل مثلا شفنا تغييرات كبيرة على مستوى مثلا على الخطوط الجوية الجزائرية مثلا، ولكن على المستوى القاعدي ما كانش تغيير، باقية السرطانات الداخل مازالت مقاومة التغيير. هذا نسميه مقاومة التغيير. إذن فهذا هو التغيير، ما نقولوش تغيير جذري ولكنه التغيير العمق يعني في العمق، مش الرأس. قال نحي الوزير، هاي صارت مشكلة نحي الوزير، جاء مشكلة نحي الوالي، ولكن التحت على مستوى وكالات بسيطة تلقى هو وربما هو ديلك مشكل يطلع حتى يمر عبر القارات، هذاك المشكل. إذن فنعتقد من جريمة عبر القارات، المشكل عبر القارات، مشكل عبر القارات. إذن فهذا هو التغيير الموضوعي الهادئ، ما أقولوش إحنا تغيير جذري وكذا، لأنه هذا الضجة أو هذا الضجيج وهذا القربيع ما هو شو اللي حل المشاكل. صحيح. هو أنه الجزائر تحتاج لاستقرار، هي مستقرة استقرار، لكن استقرار. والمسؤول يجب أن يراعى ثاني أيضا الجوانب اللي ضماناته، لأنه ذوق الالتزامات ثاني القضائية هذه ما درسمش ذوق نقيدوا المسؤول هذا يدير غلطة دير له ملف عقب العدالة. هذه ثاني أيضا ما ينظر إليها من باب أن يعني حرية المبادرة ما يحطش في جيبه برك، الإنسان يخدم خلاص. هذا هو. ونظن أن رئيس الجمهورية سياسة مجيد تبون راهي ماشي في هذا الأمر، هو تكلم على هذه حتى على قضية الشكاوى هذه الأنونيم هذه الرسائل المجهولة، الرسائل المجهولة خي تنحات ما عادش عندها أثر. إذا فهذه حماية للمسؤول، المسؤول لأنه أصبح مكبل بأي ربما تحرك له قضية في العدالة يصبحها خلاص. إذا فنعتقد أن هذا الهدوء وهذه الثقة اللي تزرع من المواطن حتى المسؤول، إذا فهذه كلها ستساعد على التعاون. والمواطن في اعتقادي أنه إذا شاف المصلحة ليه راح يقدم مساهمة. وهذه ثاني أيضا أن المواطن يجب أن يتحمل مسؤوليته. درك الآن مثلا هذه الدولة اللي راح تصرف في مشاريع وتشوف أنت مثلا
في احياء تجدهم تكسار ولا مبالاة. المسألة الوطن يجب ان يكون له تحلي بالمواطنة، يتحلى بالمواطنة والمسؤولين. في سؤال اخير، يعني بدأت الحركة جزئية بعد انتخاب رئيس الجمهورية ونتوقع تغييرات اخرى، ماذا يجب ان نهتم به وانت كمحلل سياسي وكمتابع، ما هي الامور التي يجب ان نلتفت اليها حتى نقلع اقتصاديا سياسيا؟ أعتقد أن اليوم الكلام دائما على القدرة الشرائية، وربما قانون المالية هو الذي نظر بقوة وأنه لم يمس في رفع ضريبة وكذا، يعني ابتعد كليا على مس جيب المواطن، يعني هذا ربما ليسجلوها كإيجابية للقانون المالية. ولكن تبقى، قلت أنا، تبقى هذا المسؤول الذي كلف بتسيير المال العام يجب أن يكون في المستوى، هذه الكفاءة ينظر إليها من جوانب عديدة، ليس فقط من قضية التكنيسيتي فقط وجوانب أخرى. يعني ما لازمش نكون نجيبوا مسؤول روبو، مسؤول له يتعامل يتعامل ويتفاعل مع المجتمع، مع القضايا المجتمع، مع القضايا المجتمع، يرى يشوف يعني يقدر ما هي المصلحة اللي تكون هي أولى، ما هي الضرورة اللي تمشي يمشي فيها. مش مثلا درك أنت مدرسة على سبيل المثال، مدرسة تحتاج قسمين ويضاف لهم قسمين، هو يقول لك لا حتى نسجلوا مشروع جديد بميزانية وننتظروا، وهو راه عنده ربما كان يدير قسمين. وهذه سمعتها حل المشكل، حتى للأمانة هذه سمعتها من أحد المداخلات النواب، أعتقد النائب على الواد سوف، أعتقد الله أعلم، أتكلم في هذه القضية أنهم هناك اكتظاظ على مستوى المدارس الثانويات ولا المتوسطات، الحل يستطيع أنه يضيف قسم أو قسمين يتحل المشكل توسعة على الأقل، وبعد تسجل المشاريع. فالمسؤول ايضا تكون له هذا النظره الاستشرافيه، هذا النظره وهذا الاخلاص، هذا الاخلاص، لانه صح يولي مسؤول ان هذا الطفل اللي مش يقرا واللي راه يقرا في 50 و40 في داخل القسم ينظر كانه اولاده، انهم اولاده راهم يقراوا في هذاك القسم، يشوف بروح المسؤوليه والانسانيه انه يذهب ويجد الحلول، ان كانت النيه صادقه اعتقد ان الحلول تكون. شكرا لك دكتور اسماعيل خلف الله على هذه المشاركه، نتمنى نلقاك في فرصه قادمه. شكرا. بحال الله. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى طي فقرة النقاش، ولكن غرفة الأخبار متواصلة، ابقوا معنا.